الإطار يعني يريد بالحقيقة يريد إبقاء القوات الأمريكية ويريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع الأمريكان. طبعا هذا بأوامر إيرانية، والدليل أن يعني زيارة قاعاني قبل يومين للعراق جاء لترطيب الأجواء بين يعني ميليشيات الحشد والإطار بشكل عام وبين الأمريكان. وكذلك أتى يعني سيد قاعاني لإيجاد مخرج وحلول لأزمات إيران المتراكمة، الأزمة الاقتصادية، أزمة الحراك الشعبي التي يعني تمر بها إيران منذ أكثر من 4 أشهر. يعني لديهم أزمات، لديهم أزمة أيضا في داخل النظام، يعني انقسامات داخل النظام السياسي بين المحافظين من جهة بينهم وبين الإصلاحيين أيضا، لديهم يعني مشاكل عميقة يعني. فلهذا يعني يلجؤون إلى العراق من أجل إيجاد حلول وتصدير أزماتهم عندما يشتد الخناق عليهم ويضغط الجانب الأمريكي عليهم، يحركون أذرعهم بالعراق كما شاهدنا في حكومة الكاظمي، قصف المعسكرات الأمريكية، قصف السفارة يعني. لكن الفترة الحالية حكومة السودانية يبحثون عن أرضاء الجانب الأمريكي وإيجاد حلول سياسية سلمية من أجل الحفاظ على مكاسبهم، وكذلك إيجاد حلول للجانب الإيراني. هي هذه الهدف من زيارة قاعاني و مبعوث البيت الأبيض السيد بريت ماكادورك، معروف هو أحد صناع وأحد أعضاء الفريق الذي صاغ الاتفاق النووي الإيراني، ونقل له رسالة من بايدن، رسالة سلام إلى قادة النظام السياسي بإيران. يعني السياسة الأمريكية، سياسة بايدن والتوجه الديمقراطيين يعني توجههم إيجاد حلول لأزمات الشرق الأوسط والتركيز على الموضوع الروسي والصيني، على عكس سياسة الجمهوريين التي تقوم على يعني ردة الفعل واتخاذ قرارات حاسمة تجاه إيران وتجاه أذرعها في المنطقة. نعم.